ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مستمرين معاكم وسهرتنا الرمضانيه في الاهلي في رمضان. واكيد مهم جدا ان احنا نعرف كل استعدادات النادي الاهلي والمران طبعا استعدادا لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، خاصه انه خلاص لم يتبقى الكثير على هذه المواجهه الهامه جدا في دور مهم جدا من البطوله الافريقيه. فعشان كده بقى خلينا دلوقتي نروح لمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، وينضم لنا مراسلنا طبعا زميلنا العزيز كريم احمد علشان نعرف منه كل الامور والمستجدات الخاصه بالمران الخاص بالنادي الاهلي، وكمان الاجواء في شهر رمضان المبارك. يا مساء الفل عليك يا كريم. مساء الفل ومساء الخير عليك يا زميلتي العزيزه مريم، وكل التحيه والتقدير لزميلي العزيز كريم، والشكر والتحيه موصلين لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يمكن زي ما انت قلت يا مريم، استعدادات الحقيقه قويه جدا بالنسبه لمباراه النادي الاهلي وسيمبا. يعني زي ما بنقول خلاص المرحله اللي بالنسبه الخاصه الاستعدادات انتهت، احنا عندنا بكره يكون راحه لفريق النادي الاهلي. النهارده يعتبر كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي هنا قبل التوجه يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله، يعني الفجر ان شاء الله تكون طائره خاصه كالعاده لفريق النادي الاهلي تتوجه الى تنزانيا استعدادا لذهاب ربع النهائي مباراه سيمبا التنزاني والاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا. الحقيقه تحضيرات مهمه جدا، سواء تكتيكيه سواء محاضرات لمستر كولر. الحقيقه يمكن انت عارفه يا مريم، ممكن زميلي كريم عارف ايضا كمان، عندنا نقص عددي شويه بالنسبه للاعبين، لكن الراجل بيشتغل مع المجموعه المتواجده بكل جهد الحقيقه، بيحفظ جمل كثيره جدا، بيتكلم على الامور الخاصه بالفيديوهات بالنسبه لسيمبا، نقاط الضعف نقاط القوه والجديه الحقيقه اللي معروفه على لعيبه النادي الاهلي في هذا التوقيت وفي تدريبات الحقيقه بنشوفها بشكل قوي ومميز جدا. زي ما قلنا يمكن النهارده هيكون التدريب الاخير، غدا كمستر كولر ادى راحه لكل لاعبي النادي الاهلي على ان يكون فجر ان شاء الله الاربعاء تتوجه بعثه فريق النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن حسام غالي رئيس البعثه. ان شاء الله باذن الله تكون الامور طيبه جدا، والنادي الاهلي ان شاء الله عندنا شوطين، شوط اول في تنزانيا وشوط ثاني في القاهره، متعودين على الشوط الاول ان احنا ان شاء الله باذن الله يكون النتيجه ايجابيه، وده الامل الكبير لفريق النادي الاهلي. ايضا كمان يمكن بعض النقاط حابين نتكلم عليها ونتكلم جمهورنا لجمهور النادي الاهلي على اللاعبين المصابين. يمكن الناس بتتكلم على وسام مدى جاهزيته ايه، هل هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي؟ يمكن حتى هذه اللحظه وسام ابو علي بيشتغل فردي في خلال الايام الماضيه والنهارده كمان، لكن من الممكن يكون متواجد في القائمه. الدفع بيه من عدمه هي رؤيه فنيه طبعا، وعلى حسب الجاهزيه الطبيه. الجهاز الطبي الحقيقه يمكن عنده مجهود ودور كبير جدا، عندنا اصابات قويه ويمكن بلغه الطب بيقول عليها اصابات رخمه شويه. يمكن يعني شفنا الشناوي الحقيقه اصابه في الكتف، رضا سليم، امام عاشور الحقيقه. وعلى ذكر امام عاشور، يعني من خلال تصريحات بقى رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جاب الله، امام ان شاء الله باذن الله بعد نجاح العمليه يعني بعد اسبوع ان شاء الله باذن الله يبدا في البرنامج التاهيل. الموضوع اللي مش عايزين نقول مدة الغياب، لكن الوضع مبشر ويمكن في تفاؤل كبير جدا ان امام ان شاء الله باذن الله المدة تكون قليلة ويعود من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي. ياسر ابراهيم طبعا احنا عارفين مستمر في التاهيل، يمكن ياسر المزق التئم بنسبة 70%، وده امر مؤشر كبير جدا في المزق العضلة الخلفية اللي يمكن تكون عضلة حساسة شوية. فالامور الحمد لله بالنسبة للاعبين المصابين ماشيين بشكل منتظم جدا، لكن زي ما بنقول النادي الاهلي بمن حضر اي حد يكون متواجد في القائمة. كهربا الحمد لله يمكن بيأدي اداء مميز جدا، مودست كل اللعيبه الحقيقه بتأدي اداء جيد، ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الامور كلها ماشيه بشكل طيب، التنسيق الاداري كابتن خالد بيبو، كل التنسيقات الاداريه الحقيقه، تنقلات فندق الاقامه مع الكابتن سمير عدلي الحقيقه بيقوموا بدور كبير، لان احنا عارفين ان الامر ده يعني بيسهل الامور الفنيه لمستر كولر. لما بتكون الامور الترتيبيه والاداريه منتظمه بشكل كبير في دوله افريقيه، الامور دي بتكون بشكل معكوس على لعيبه النادي الاهلي عشان يكون التركيز فقط لا غير في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا يا كريم انت يمكن ذكرت لنا كمان كل الاصابات، احنا كنا عارفين كمان ان حسين الشحات يمكن ابتدى ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه مره تانية، فلو ممكن برضو تطمنا عليه. احنا كنا عارفين ان هو يعني يمكن خلاص بدا في البرنامج التاهيلي الخاص بيه، ويمكن وصل ل يعني برضو درجه كويسه جدا، عايزين برضو نحب نطمن عليه منك، خاصه ان هو بدا ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه مره تانية. بالتاكيد يا مريم طبعا، يعني يمكن انا ما ذكرتش حسين في المصابين، لان حسين الحقيقه خد جزء من التدريب الجماعي غدا، والحقيقه ظهر بشكل طيب جدا النهارده كمان بيشارك في الجرعه التدريبيه كامله. يعني من الواضح الحقيقه ومن المؤشرات اللي احنا شايفينها بالنسبه للتدريبات، حسين الشحات ان شاء الله يكون متواجد مع قائمه فريق النادي الاهلي ويكون ايضا كمان له دور في التشكيل الاساسي. حسين الحمد لله يمكن تحمى على نفسه بشكل كبير جدا، لان عندنا نقص كبير بالنسبه للعيبه، ويمكن عندنا كمان لعبتنا في المنتخب الوطني. بنامل ان شاء الله باذن الله ان لعبتنا من المباراه مباراه الغد ان شاء الله باذن الله وبعد غد ان شاء الله تكون المباراه بالنسبه
الفريق للنادي الاهلي مفيش حد يكون مصاب، لان ده الامل الكبير، ان انت مفيش وقت قليل جدا، لاعبتنا هترجع من المنتخب على سفر على طول، فان شاء الله باذن الله الامور تكون طيبه. لكن جاي حسين الشحات يعني ادى اداء مميز جدا امس والنهارده الحمد لله، ان شاء الله باذن الله يكون جاهز لفريق النادي الاهلي في مواجهه سيمبا التنزاني. جميل، احنا كده اطمنا منك على الفريق، فريق النادي الاهلي. تعال بقى نتكلم شويه عن اجواء رمضان الموجوده في النادي الاهلي بفروعه المختلفه. واحنا كنا دايما بناكد على النادي الاهلي الحقيقه ومن خلال اللجنه العليا للجان في كميه نشاطات غير طبيعيه وكلها في المنتهى، يعني فيها الترفيه وفيها الافاده كمان، ولا سيما المتعلقه بالاطفال. فالاجواء الرمضانيه عندك في اهل الجزيره عامله ازاي وفي غير اهل الجزيره؟ لان انا عارف ان انت بتروح على طول كل الفروع. الحقيقه طبعا زميلي كريم، يعني الاجواء الرمضانيه داخل النادي الاهلي شيء مميز ومختلف بشكل كبير جدا. يعني الاداره التنفيذيه برئاسه الدكتور سعد الشلبي طبعا المدير التنفيذي، وكل الحقيقه الادارات هنا في النادي الاهلي بتقدم مردود كبير جدا لعضو النادي الاهلي. الحقيقه بنشوف يعني الفطار الجماعي هنا في النادي الاهلي التجمعات دي بيكون لها مردود كبير جدا. الوقت بيكون بسيط، من بعد الفطار بتلاقي التجمعات، بتلاقي الاطفال، بتلاقي امور عديده جدا هنا الحقيقه. كمان في مقر النادي الاهلي بالجزيره العدد الكبير اللي بنشوفه هو عدد الحقيقه مبهج، لان الكل بيتقابل والكل عارف الاجواء الرمضانيه. يمكن بعض الناس بتودي بتاع الاطفال، امور عديده جدا الحقيقه بتدي البهجه الكبيره للاطفال. والاجواء الرمضانيه احنا معتادين عليها، حتى لعيبه النادي الاهلي تفطر على طول مباشره، بتبص تلاقي في خلال نص ساعه بعد الفطار تلاقي اللعيبه متواجده هنا بيقعدوا مع بعض. فالاجواء الحقيقه الرمضانيه داخل النادي الاهلي وفي كل فروعه الحقيقه شيء عظيم ومميز جدا. وبنشوف الحقيقه ندوات، وبنشوف حفلات، وبنشوف مردود كبير جدا واشاده كبيره الحقيقه من اعضاء النادي الاهلي على المجهود الكبير اللي بيبذل. يعني النادي الاهلي مختلف الحقيقه عن اي نادي ثاني، ممكن احنا بنقول كده عشان احنا بنشوف ولمسين على الارض الواقع في كل الفروع، فعشان كده بنقول النادي الاهلي مختلف بشكل كبير جدا في الاجواء الرمضانيه تحديدا. كلام مظبوط كالعاده، بنشكرك على هذه التغطيه الوافيه، كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. بمناسبه